مباشرة للجال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة السبت 1/2، يعني ده أول يوم صيد لينا في شهر 2. النهاردة يا جماعة احنا في ضمر الحداد، كفر الشيخ يعني ضمر الحداد، طالعين القرموطة رجالة. بس بإذن الله النهاردة هحاول أعمل لكم فيديو الغمزة من أول. هو الفيديو تصور يا جماعة، كل حاجة تصور، والفيديو يا جماعة تصور في أكتر، يعني اللي هتشوفوه في 10 دقايق اتصور في أكتر من 3 ساعات عشان أجيب لكم الغمزة من أول. متنسوش بقى يا جماعة لايك للفيديو، ولو انت جديد معانا يا ريت شرفنا باشتراك. والله يا جماعه اكتر من 3 ساعات بطاريه خلصت على الفيديو ده عشان اجيب لك الغمزه من اول. تابعونا يا شباب وباذن الله يبقى فيديو تمام. اول حته رجاله بالصلاة على النبي مباشره، تابعونا يا رجاله. اللي بعده يا شباب هو مش كبير قوي برضك، بس يلا يعتبر مسلية. تابعونا يا رجال. مباشرة للجال، ملحقتش انزل والله. اهدى بقى اهدى بقى خلاص. والله يا جماعة ملحقتش انزل، ما كملش دقيقة. اهو رجالة، هو بس تصوير عشان نرفع بس المقصر شوية عشان نقف على كوبري. اهو نرفع اهو رجالة. اهو يا شباب حته ما شاء الله. تابعونا يا رجال وباذن الله يبقى فيديو تمام التمام. لايك للفيديو يا رجاله من بعد اذنكم. مالناش نصيب. طعمنا ونزل تاني ورجله برضك نفس المكان.
ابو علي يا جماعه جاب له حته اهو. طلعت حتة رجالة بس ملحقتش اصورها من الاول اهي. اهدى بقى. يا شباب طلعها بقى زي ما تيجي. بسم الله. دي ما جاتش معانا من الاول الرجال، يا دوب بس لسه بقى ببدأ اصور فصلت وبعد كده ابدا صور تاني جه واخد. بس حته حلوه. بسم الله. وشك ابو علي. تابعونا يا شباب. انا حتى رجاله يا رجالة من نص المية تسريح طعمه. تابعونا يا رجال. العدة المستخدمة يا رجال عقود 3 متر 60، 4 متر، 4.5، أي مقاس، بس أهم حاجة مقلش عن 4 متر، قصدي عن مقلش عن 3 متر 60. مكنة صيني، مكنة ماركة، أي مكنة، بس أهم حاجة بالي وحلة معدن. الخيط أنا شغال بخيط مستورد مقاس 40، رماس كبير عشان بحط كذا رصاصة. وش الرمال 35 والسن 0.1. أه يا رجالة سن 0.1. العود 3 متر 60 يكون جبر أو وسط بين الريع والجبر. ده شغال دوت اللي معايا ده وسط بين الريع والجبل. طبعا ده شكسبير صيني، بس انت ممكن في ايدك تحافظ عليه وممكن تكسره في اول طلعه. هنشوف مع بعض التطعيم. فحل تمام، ما هو كانه مصران اهو. اهو رجاله قرب كده وعلي، قرب عليا اهو. روعه التطعيمه يا رجالة اهو. اعديه كده اهوت من السن كده اهو، تقوم جاي سحبه في الفتل. اعدي كمان واسحب في الفتل، تقوم جاي مطلعه بره اهو. جيب كمان فحل اهو. شوف التاني بيلعب اهو، انا عايزه يلعب كده، والتاني كده اهو، مش عايز اكتر من كده. يا رجالة دي التطعيم. تابعونا بإذن الله لو جت معانا